السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذكروا الله الا ذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، كل سنه وانتم طيبين. هعمل معاكم دلوقتي، هعمل معاكم الخشاف بطريقه كويسه جدا جدا، تاخدي منها احلى طعم، تاخدي منها طعم جميل قوي قوي. تعالوا كده ناخد الوصفه والمكونات على طول. نسمي بسم الله. بصوا يا بنات، انا معايا هنا من المشمشيه بقى، بصوا كام واحده كده، حوالي نكتب 10 جنيه، حوالي عاملين 5 وحدات، يعني واحده واقفه بجنيه خلاص. شويه زبيب معايا كده، كام واحده لوز معايا بنات. التمر الناشف، بصوا التمر الناشف ممكن تستخدمي التمر الطري، بس هنا هيكون القرشه بتاعه التمر الناشف هتكون احسن معاكي، هتكون طعمها احلى معاكي خلاص. انا معايا هنا خوخ، انا معايا هنا تفاح. بصوا بنات، انا مقطعه كل القطع بتاعتي صغيره جدا جدا كده عشان تدي طعم حلو. انا معايا هنا بقى السر كله في ايه، في كوبايه المندرين. انا جيت خرجت كده من جايه كده من الفريزر وقطعتها بالشكل ده من غير ما اضربها ولا حاجه، هي بتعمل معاكي بوري كده عشان انت حافظاها في الفريزر. معايا ميه الموارد، بتدي طعم حلو قوي، بتدي ريحه جميله جدا. معايا بقى قمر الدين، الطعم كله طبعا كلنا عارفين بقى اللي بيحبوا قمر الدين، انا من عشاق قمر الدين والاولاد عندي كده بيحبوا جدا جدا من النوع ده. النوع ده حلو قوي قوي ب 25 جنيه، طبعا في انواع طبعا ب 35 و 45، حتى في انواع كمان ب 10 جنيه بس مش حلوه خالص، لكن طعم قمر الدين ده صراحه جميل جدا جدا وطعمه حلو. تعالوا كده بقى نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده يا بنات، بصوا بقى معايا بقى القمر دي، هقطع معاكم. عايزه اقول لكم يا بنات، القمر دي يعني بصراحه كده قوي مش كويسه خالص، مش حلوه، قمر دي بتاعتها فلوس خلاص. تعالوا كده نسمي سنين كده ونشوف مع بعض. ده القمر دي خلاص كده يا بنات، بصوا بقى فتحت كده رشه قمر دي، هاخد بس مش هاخدها كلها، انا هاخد بس منها شريحه واحده. مش هكتر علشان خاطر طبعا انتوا عارفين الحاجه دي بتتعمل لازم تتاكل على طول، فما ينفعش ان هي تبيت تاني يوم بقى وكده، فانا مش هكتر خالص من لفه ورق دي، هاخد بس شريحه منها واحده بس، بس بالشكل ده كده، ونقطعها دلوقتي مع بعض. بصوا بقى يا بنات، عندكم بقى سكينه، عندكم بالمقص، اي حاجه حابه تستخدميها قطعي خلاص، بس قطعي قطع صغيره، ما تقطعيش قطع بتاعتك كبيره قوي قوي زياده عن اللزوم، ما تكونش حلو خالص. بصوا انا هقطع بالطريقه دي كده قطع صغيره خلاص. بقى بنات، المكسرات على حسب انتي بتحبي ايه، كل واحد على حسب الحاجه اللي هو بيحبها. بتحبي القراصيا، هاتي قراصيا، يعني بتحبي مكسرات عين جمل، اي حاجه، الحاجه اللي انتي بتحبيها هاتيها واستخدميها خلاص. مكسرات بالزيت على حسب رغبتك وعلى حسب امكانياتك خلاص. انا اجيب لكم الحاجه اللي طعمها حلو ان شاء الله باذن الله بتكون ترضي الجميع ان شاء الله خلاص. خلاص بقى يا بنات، تعالوا بقى كده هنشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا بنات، انا معايا هنا التفاح معايا خلاص، هنزل بيه كده الكميات زي ما قلت لكم على حسب ما انت حابه تستخدمي كميات ايه. معايا هنا اهو، هجيب بقى خلاص معايا بقى المشمشيه بتاعتي، هجيب بقى قمر الدين اللي انا قطعته كده بالطريقه دي، كلنا عارفين بقى الجو حار وقمر الدين بيمسك في بعضه، دلوقتي بقى هيسيح ويدي طعم جميل قوي قوي مع المانجا. عايزه اقول لكم طعم تحفه، طعم جميل جدا خلاص. هقطع بقى كمان التمر معاكم خلاص يا بنات، انا هقطع بقى الطمن معاك كده بالشكل ده، قطع صغيره خالص، يعني خلي القطع بتاعتك تكون صغيره جدا جدا على ايدي عشان تكون حلوه، تكون مناسبه معاكي مع الحاجات بتاعتك كلها خلاص. انا صراحه مش عارفه المصري بقى بتاعي بقى اللي انا ايه بعمل بقى معاكم بيه، هو الطواني ده مش عارفه صراحه هو فين، بس كده يا بنات بصوا هقطع بقى كميه الطمن بتاعتكم كلها بالشكل ده، قطع صغيره خالص. بصوا بقى يا بنات، خلاص انا خلصت كل حاجه بقى. انا بقى في الليله دي كلها يعني مستحيل يا بنات، مستحيل هكون عامله طبق زي ده واستخدم سكر، يعني 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 مستحيل خلاص، عشان طبعا دي كلها فيتامينات بقى وحاجات ما شاء الله تبارك الله، طبق مليان مليان عناصر غذائيه حلوه جدا جدا. هستخدم ايه بقى يا بنات؟ مع العسل، مع المانجا، علشان اخد طعم حلو. ما في اطفال بقى عايزين الحاجه يكون فيها صوص وتديكي طعم حلو خلاص يا بنات. زي ما انا قلت لكم احنا معانا زبيب هنا. بصوا بقى يا بنات، انا سمعت كتير جدا 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 ان الزبيب ما ينفعش يكون مع التمر في مكان واحد، يعني نجمعهم مع بعض خلاص كعصير بقى كاي حاجه. انا هتاكد لكم برضو من المعلومه دي، هتاكد لكم في نفس الفيديو هقول لكم برضو ان شاء الله باذن الله المعلومه دي صح ولا لا. بس انا هنا دلوقتي حاليا هجيب بوله فاضيه، هنزل بالزبيب، هنزل بالزبيب اللي معايا بالشكل ده خلاص، وكمان كام واحدة اللوز اللي معايا دول خلاص، هنزل عليهم بمعلقة عسل، معلقة عسل صغيرة هنا،
وهنزل هنا بمعلقه عسل صغيره. خلاص يا بنات، طبعا لازم نستخدم بقى عسل عشان نستخدم حاجه تكون كويسه. هنا على المانجا، هنا يا بنات على المانجا هنزل بايه؟ هنزل بمعلقه صغيره، معلقه صغيره ماء الورد يا بنات، بيدي بقى ريحه جميله جدا جدا جدا، يخلي معاكي الخشاب بتاعك طعمه حلو قوي قوي. الريحه بتاعته انت كده لسه في الاول، الريحه بتاعته تكون جميله جدا جدا معاكي. خلاص انا خلاص قلبته كده كويس جدا، هنزل شويه على الزبيب اللي معايا، انزل كده شويه على الزبيب اللي معاكي عشان دلوقتي كده هنجيب كوبايه ميه. بصوا يا بنات، والباقي هنا هنزل على الخشاف اللي معايا بالطريقه دي كده. خلاص انا بقى هجيب كوبايه ميه كمان. بصوا كده يا بنات، انا خلاص جبت بقى كوبايه ميه، هياخد شوية مية بنات هنا قيمة كده يعني اقل من ربع كوباية صغيرة على الزبيب. بصوا بقى يا بنات، خلاص كده مع بعض كده بالشكل ده، ونقلبهم ونسيبهم على جنب، هندخلهم التلاجة دلوقتي. خلاص هجيب بقى كمان المية بقى الباقية الكوباية اللي معايا، هنزل على الخشاف اللي معايا. خلاص يعني هي كوباية هستخدمها كوباية. بصوا بقى يا بنات، خلي بالكم حاجة، انا معايا فواكه، معايا اللهم صل على النبي بنات، قمر الدين كمان مسكر جدا جدا جدا، في كميه سكر كتير، معايا تمر في كميه سكر كتير، معايا الزبيب بتاعي في كميه سكر كتير، كده كويس جدا جدا. ده هنزل بقى الميه بتاعتها بقى، وتاخدي احلى خشاف ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لك ان انا هدخله بقى الثلاجه وهخرجه ان شاء الله باذن الله بعد صلاه التراويح. احنا دلوقتي بعد المغرب على طول، هخليه بعد صلاه التراويح ان شاء الله باذن الله. كميه السوائل دي كويسه جدا جدا جدا، انا مش هزود عندها خالص 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 خالص، عشان انا مش محتاجه سوائل كتير يا بنات. خلاص لسه معايا كمان السوائل اللي هنا، اول لما خلاص الزبيب بقى ينفش بقى وساعه الاكل هفضيه هنا. خلاص هيكون معايا كميه كويسه جدا جدا. تعالوا كده يا بنات، بصوا اهم حاجه بغطي الاطباق، اهم حاجه بقى يا بنات تغطوا بقى الاطباق بتاعتكم اللي معاكم دي، تغطوها خلاص. وفي الثلاجه لازم تتغطى علشان اي روائح طبعا كلنا عارفين تطلع معاكي طعمها جميل كده وريحتها جميله. عايزه اقول لكم ميه المواد مديه ريحه جميله جدا جدا جدا. بصوا بنات ما شاء الله، جربوها بقى. عايزه اقول لكم المشمش مع القمر الدين قصدي مع المانجا هيديكوا طعم حلو جدا جدا جدا. بصوا يا بنات كميه السوائل دي، وهتزيد كل شويه ان شاء الله باذن الله بعد التراويح كده لما اجي اوريه لكم هتلاقوه بقى. بصوا بقى ما شاء الله. اسفه جدا لو صوتي مجهد ولا حاجه، عشان النهارده كان الجو حر قوي 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 صراحه في الصيام، كان النهارده الجو حر جدا جدا. ربنا معانا يا رب ويعيننا جميعا ان شاء الله، ويشفي كل مريض اللهم امين يا رب العالمين. خلاص يا بنات هرجع لكم بقى ان شاء الله باذن الله لما ساعه التقديم. خلاص كده يا بنات طلعت بقى كده من التلاجة. عايزه اقول لكم كان بعد التراويح تقريبا ونص ساعه ما شاء الله تبارك الله يا بنات. عايزه اقول لكم كل حاجه اندمجت مع بعضها، نزلت العصير بتاعها بقى طعمها جميل قوي قوي، وفي قرشه كده يا بنات جميله جدا جدا جدا، مش اللي هي دايبه قوي قوي كده. بصوا يا بنات انا اهم حاجه عشان قبل ما انسى، انا سالت بابا افنان على موضوع الزبيب والتمر. بصوا يا بنات هو قال لي اي حاجه فيها شبهات طبعا نتجنبها تماما. طبعا العنب عامه ما ينفعش ابدا ابدا يتخلط في كعصير كده ويتشرب، عشان كلنا عارفين طبعا ده غلط. فاي حاجه فيها شبهات نبتعد عنها خالص. فانتي خلي العنب، خلي الزبيب لوحده، وخلي التمر لوحده ان شاء الله باذن الله كده يا رب كده تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.